والله احنا عتبنا وزير على وزير الزراعه واضح، يعني هو بالبدايه اول ما استلم وزاره الزراعه بعد الوزير السابق السيد صالح الحسني، نعم، هاي الانجازات مال دعم البيض والهاي بزمن حكومه عادل عبد المهدي والوزير السابق صالح الحسني. لا يعني بصراحه، اي بصراحه عندنا حكومتين، حكومه السيد عادل عبد المهدي، نعم، وعندنا حكومه السيد الكاظمي، نعم، وعندنا وزيرا الاستاذ صالح، استاذ صالح واستاذ محمد الخفاجي، وعندنا استاذ محمد الخفاجي، نعم. اليوم انتم كقطاع دواجن، نعم، تشاهدون من الافضل؟ استاذ صالح الحسني بحكومه السيد عادل عبد المهدي. نعم. دعم، سوى دعم المنتج الوطني بساله، وقف ضد السفير التركي على مود ما يجيب المستورد. السفير التركي نزل لساحة زويني وطاهم بيض للتجار وقال لهم كسروه واحنا وياكم. تدخل السفير التركي بزمن صالح الحسني اجى تدخل وما قدر، وفعلا وقفوا مع البلد وصارت صناعة، ورغم انه كان ماكو انتاج، يعني كان ماكو انتاج يمنع، ما نقدر نسيطر على الحدود لان ما عندنا انتاج، سيطره وصعد سوق البيض والناس اشتغلت وبنت مشاريع واستقتلوا بساله. تفاجئنا الوزير الحالي استاذ محمد الخفاجي سوى جروب مال دواجن، لم القطاع كله بهذا الجروب وعرف معاناتهم، مع الاسف ورا ما عرف معاناتهم وقف هذا الجروب وعمل العكس. عمل العكس. ايش وقت بدات النهضه مال قطاع الدواجن؟ زمن سيد عادل عبد المهدي صار فد نهضه عملاقه، دعمها يعني بمفردات صحيحه، مبادره زراعيه زمن المالكي تولدها، دعم حقيقي، عرفوا السلبيات اللي صارت للمزارع وسيطروا عليها وتطورت وازدهرت الدواجن.